ما يفلت شيء. هلا يا مات اوفردوز متاع وطنية، تحسها كي حملات مقاومة الناموس. فجأة الناس الكل تحكي في نفس الموضوع وتتغنى بنفس الشعارات. وين الحظبة ما نحبهاش، كل ما تزحم العريبة نشد فرن، نثبت مليح ونحط سقية. يقول الشاعر العراقي الكبير معروف الرصافي: لا يخدعنك هتاف القوم بالوطني، فالقوم في السر غير القوم في العلني. ما ثماش إجماع في حتى وقت على أي شيء، بدءا بهاك الجملة المخادعة أجمع علماء الأمة والناس تصدق. أنا علماء وفي أي عصر، سنة أو شيعة، اللي على المذهب المالكي أو المذهب الشافعي، وكيفاش أجمعوا تقابلوا عملوا اجتماع في صالة رادس أو استاد القاهرة، جاءوا من كل فج عميق واخذوا راي واحد ولا أونليني عن بعد. جملة فيها تحيل على عقول البسطاء الطيبين. هو الأستاذ كي يسأل تلامذته فاهمين، والقسم الكل يجاوبوا أي، هل معناها أنهم الكل فهموا وبالإجماع؟ أبدا، أكيد ثم نسبة ما فهمت والو، لكن بما أنه يد الله مع الجماعة وتجنبا للإحراج، اللي ما فهموش يسكتوا ويسلكها المولى من بعد بدعاء الوالدين، وإذا ما نفذش بالفوسكوبي. الكل ولات تحب المنتخب وتدعي في التوانسة يقفوا وراه ورا جلال القادري. سامحوني، لازم الوقوف من تالي، ما نجمش نحب الفريق القومي وما نقفش ورا البرنس، نحب نقف مقابله بجنبه ما تصحش. أو حتى سي نبيل المعلول ربي كثر من أمثاله، جانا من الكويت يحمل ويبوس والحق طمنا، قال اللي هو ديما وراء المنتخب وعلى اتصال دائم بالبرنس. فهمتوا علاش احنا من نصر الى نصر ضد موريتانيا وما فتناهاش بسانتي؟ فهمتوا علاش حالنا ما تبدلش كي روسيا 2018 كي الكامرون 2022؟ هل يحتاج الواحد فينا حد يقول له حب بلادك او شجع الفريق القومي؟ لا نحبه معلول لا نكرهه، اما من حب دروس في الوطنية من حتى حد، واللي يحب يقف وراء ايا كان اموره، النفس نفسه هو طبيبها، وتشجيع الفريق القومي ما هوش ركن من اركان الاسلام. ينجم واحد ما يحبش الكورة اصلا ونهار الماتش باش يحط يسمع غناية او يتفرج في برنامج على تربية العجول او يقرا كتاب، معناها كي يعمل هيك ما هوش وطني. ولاش الحديث الجانبي بين معلول والبرنس محور اهتمام الصحفيين في برنامج إذاعي والمحلين والمعلقين والمزاهين؟ علاش كي تكلم البرنس مع معلول، روزفلت تك على ستالين او تشرشل، ولا بورقيبة يكلم في كينيدي؟ نغمة ما نرتحلهاش، سوابقنا معاها ما هيش باهية، كل ما نفخنا في رواحنا تفشينا وتلطخنا. قالك عنا ملاعبية اكسبسيونال، يا معلم خليهم واقفين على الارض، الماتش باش يتلعب في القاعة مش في السحاب. سي نبيل منبهر بالبرنس، عنده المعلومات الكل عصطاد والطقس والجو، ربي انعمت فزت. سيد موسوعة قرا القراية الكل، عنده الحق يحلم يشد قصر قرطاج بعد قيس سعيد في 2024. تلحاصل كان الملاعبية والمدرب كانوا جادرين بالانتصار على مالي تو نربحوا، سواء زار معلول المنتخب او ما زاروش. وسامحوني، الفريق القومي طول عمارنا يعمل في استاجات ويحضر ماتشات مهمة، وقتها شفت والي من الولات هو اللي أشرف على الاجتماع الأمني، شنو هالبدعة؟ من المعتمد لول فاش يعمل؟ والسيد يفتي شو نلبسه وشو ما نلبسوش باش يسمح لنا حضر جنابه بدخول الاستاد؟ شنو صيفتك؟ وشنو سلطتك على الاستاد أصلا؟ متاعك؟ تابعك انت بنيته؟ صلحت فيه يا جورة؟ حشيت الحشيش اللي ينبت البرة؟ صلحت الضوء في المحيط متاعه كي يعدم؟ واعطف على هاك اللغة متاع اعلاء الراية الوطنية في المحافل الدولية وراس تونس مرفوع بين الامم. توا السيد الوالي، اي والي، الشبروش و23 البقية، وهم همش 23 لانه ثم ولايات تنحاو الولات وما مزروا بحد باش يتعين والي جديد. ومن بعد نسمع رئيس الحكومة تعلن على 4 محاور و50 إجراء لدفع الاقتصاد، باش مش تدفع اذا ولايات ما فيهاش والي. السيد والي كمال الاجسام اللي نحب نقول له رانا شفنا تليفونك جديد،
وراهو هايل وموات الكسوة اللي مقزمت فيها روحك. اما ارحمنا نحيه من يديك، وان ما تتحرك وانت شاد وتقول سبحة ريناك عندك تليفون وشباب كيفك، امشي لحاجة اخرى. نقول للسيد الوالي اللي حسك انه كان لزم يا بتلعب مع المنتخب، راهو ما عنده حتى سلطة. نهار ماتش تونس سومالي في رادس كان على البوليسية اللي البرة مصطاد مرور باركينج، حتى فوج وحدة التدخل اللي في بن عروس ما عنده السلطة عليه، الباب يرجع لكل الإدارة المركزية. معناها سي شلبي لو ما عندوش انفيتاسيون او قاصص تسكرة المفروض ساقي ما يحطهاش في الصطاد. اما احنا مو بالوجوه، انستغراموز انفلونسوز بنت خالة المعلم ولد المدرب صاحبة المسؤول صديقة العائلة اللي جت في الكار شريكه في النوار وعطف الكلها تدخل، ولا من يحاسبهم الرزق رزقهم. واحنا البراينية اكثر شماتة تساكر الماتش تتباع كان في العاصمة في زويتن والمنزه، معناها اللي جاي من تطاوين يلزم يعمل رحلة باش يقص تسكر الماتش تونس. نعرف اللي البعض يتقلق من نقد المتواصل، لعلمكم شمس ما تخلصنيش على ضرب البندير من غير اي احكام مسبقة. اذا ثم حاجة ايجابية ما ننكرهاش ونبرزها ونحكي عليها، ولكن المديح الكاذب ما يقدمش بينا. عمري ولا دفعت عن نهضة، ولكني مانيش من انصار دكهم في الحبس او رجعهم من الجاو. كل واحد يتحمل مسؤولية افعاله، هو ما يهزش على ظهره اخطاء غيره. وتمنيت كي برشا انه بعد 25 جويلية يتم القطع مع ممارسة قديمة فيها ظلم وفيها محاباة وفيها محسوبية. لكن مع الاسف مانيش قاعد نشوف في حاجة كبيرة تغيرت، مازلنا ندوروا في فلك الخو والمدام والانساب والاحباب والاصحاب والتنسيقيات والحملة التفسيرية. مازلنا نحكيوا على وزراء تعينوا من غير اي اعتبار للكفاءة. هاني باش نحكي لكم على وزير من غير ما نسميه، احتراما للخصوصيات العائلية، وما نحب نجرح حد ولا نقلل من قيمة اي كان. السيدة نادي عكاشة مديرة الديوان الرئاسي السابقة من بنت كلية العلوم القانونية ريانا، يحكيوا عليها كانت قراية أما منطوية على روحها، وهي أقرب الطلبة الأستاذها قيس سعيد اللي ولى رئيس بعد انتخابات 2019 وما بعثوش ربي لينا، احنا جبناه لرواحنا وربي يعرف اش يعمل واعطانا على قد قلوبنا. نحترم رأيهم، زملين وسبعة متلف، رئيس نزيه مستقيم يخاف ربي يصلي في الجامع وفي الخلاء ليل نهار. للا نادية أستاذة قانون دستوري، هاو ثم مخبر متاع قانون دولي في الكلية تشرف عليه زميلة ليها، حبت تدخل قلت لها مرحبا. بعد مدة راتها ما قدمت حتى إضافة سحتتها. للا نادية خبتها لها باش ترجع حالها في الفرح. أش قولكم في حكومة بودن نلقاو راجل رئيسة المخبر اللي طردت نادي عكاشة؟ علاش عينته؟ تقول انت ردة جميلة لمرته؟ لا، لانها سمعت بيهم طلقوا او باش يطلقوا. عينته وزير شماتة في مرته، باهي هكا؟ سامحوني يلزم نطلق المرأة باش نولي وزير؟ هك العام تعمل تحور وزاري كبير تسمى بحكومة لوحم. ليلى كانت حبلة بولدها محمد، وهي اللي عينت اللي حبت عليهم من قاعدة الكارتة في سيدي بوسعيد. في بالكم بعد 14 تبدلت حاجة كبيرة؟ نادي الكارتة قعد كما هو، وجاي شكون في بلاصة ليلى وصاحباتها؟ أما لبسوا المحارمة كهو وقعدة الكارتة بيدها الدور. والي واللي عمره ما قبل للقبلة ولا يصلي ورا سيدو الشيخ باش يراه ويسلم عليه ويصافحه. خلال العشر سنين اللي تعدات صارت محاولات قليلة لتجاوز منطق الشلالية في التعيينات مع مهدي جمعة اللي عمل في عدد من الخطط الوزارية كاستينج، مع يانش كان اللي يعرفهم من قبل. لحبيب الصيد ما كان يهمه إلا كفاءة المسؤول، ونهار اللي يتأكد أنه غلط أو خيب ظنه كان ينحيه حتى لو صاحبه. نحى جاره محمد صالح بن عيسى، نحى نجم الغرسلي وهو اللي جابه من القصرين والي على المهدية ثم عين وزير داخلية. ثم وزيرة في حكومة بودن فكر فيها سي الحبيب قبلها وحكى معاها، جات ولابسة في اللكحل أحزينة جزينة على المرحوم، معينهاش تعرفوش علاش.
قال ساعة كاملة وهي تحكي على رجلها اللي توفى. إذا ما نجمتش تخلي حزنها في دارها، ما نجمش نثق فيها تسير وزارة، ما تعرفش تفصل بين الشخصي والموضوعي، ومصالح التوانسة ما هيش رهينة مزاج أي كان. هاني تبحبرت على كرسي الوزارة ونحات لك حل اللي لابسته، أم اللي في القلب في القلب. كيفاش باش تطهر البلاد اذا ما زلنا نعينوا ولد العم وولد الخو؟ اذا ثم اراده حقيقيه باش نصلحوا يلزم تكافؤ الفرص، ومن غير راي مطابق تحب تعين بي دي جي الاذاعه والتلفزه العموميه، حل باب الترشح واعمل كراس شروط شنو البروفيل اللي تحب عليه، وتتعمل لجنه فيها الحد الادنى من الموضوعيه، وتتعدى الجلسه مع المترشحين مباشر في التلفزه وفي الاذاعه باش الراي العام يعرف ان الامور تعدات على ميه بيضة، مش اللعب تحت الطاوله ونجيبوا ناس نزينوا بيهم كمال تعدد. عندك مؤسسة تحب تعين على رأسها مسؤول، كيف كيف حل باب الترشح للمختصين في القطاع هذاك، لحيل لتشيطين واللي جيلول هو اللي يتعين، مش نحلوا باب الترشح ومن بعد ننقزوا من الأول للثالث أو الرابع. صارت بعد 25 جويلية في مؤسسة في مجال الاتصالات. كالدولة تتحيل على مواطنيها، تطيح قدرها، تولي دولة سفيها ما عندهاش كلمة. قبل ما نختم، خسارة بشير خلف الله مش معانا، ولا راني سألت واش حكاية البرنس مع الكابتن السابق للمنتخب كتك عليه واش وشله يد على قلبي لا يطلع دبر عليه يعزز استاف المنتخب بأمين بونواس. ما يفلت شيء.